من ضمن الاسئله ازاي اعمل كورس على يودمي واقبض بالدولار وهل لي لازمه؟ طبعا يودمي واحده من ضمن الحاجات الحقيقه اللي انا بداتها وكانت واحده من اجمل الامور اللي انا اشتغلت عليها. يودمي بتشترط بعض الاشتراطات الاساسيه، اول حاجه ما فيش اشتراطات معقده ولا كل حاجه، كل اللي هم عاوزينه ان يكون عندك صوت واضح وافضل يكون مايك ان شاء الله رخيص. حاول انك عندك تقسم على الاقل خمس ليسونز، يعني خمس فيديوهات، ما يبقاش مثلا فيديو واحد كبير، وان يكون على الاقل 30 دقيقه فاكثر. ما ينفعش مثلا يكون اربع خمس فيديوهات كل فيديو فيهم دقيقتين، فلا، لازم على الاقل الكورس يكون 30 دقيقه اقل حاجه، ويكون على الاقل متقسم خمس فصول او خمس ليسنز او خمس دروس. نصيحتي اعمل برومو، بتعمل برومو كده بتصوره، احنا هنتكلم عاوز تعمله على الباوربوينت تعمله، عاوز تعمل نفس الفيديوهات يعني تعمل سكرين ريكورد من غير ما يطلع وشك متاح، ممكن تسجل سكرين ريكورد باوربوينت بس خليه شكله حلو، ودي الدرس الاول هنتكلم على كذا كذا، ومن غير ما يطلع وشك او من غير ما يطلع وشك خالص وتبيعه. لو عاوز تبيع كورس في عندك سكيل بتحدد فيه الاسعار من اول 10 دولار او 9.9 لغايه 100 وشويه، ولكن نصيحتي ابدا بحاجه مجانيه خلي الناس تشوفك. انا بنصح الناس انها تبدا بالموضوع ده، بيعمل فرق كبير، الشركات بتبقى مهتمه انها تشتغل معاك وبتعمل فارق كبير في هذا الموضوع، ولكن حاول انك تركز على هذا الموضوع. يودمي من ضمن الاماكن اللي بالنسبه لك انها تكون مناسبه، ولكن ركز على هذا الموضوع. بالتوفيق باذن الله.